السلام عليكم، اليوم جايبكم مقطع جديد. اليوم جايبكم مقطع روكت ليج، لا مو مقطع روكت ليج، مقطع فورتنايت والله بالغلط. عموما اليوم جايبكم ماب من تصميم عربي، من تصميم عزه الله يعطيه العافيه، سوى ماب تحديات روكت ليج. راح نلعب الماب معكم. عزه قال لي على الاوكتين ونزلت عنها مقطع، لكن الحين سوى تحدي او تحديات تقدر تسويها سياره روكت ليج في فورتنايت. فقبل ما ابدا مقطع، لايك اشتراك فعل زر التنبيهات، الله يسعدكم جميعا. ودي الكل يشترك، شايف المقطع؟ جابك المقطع اشترك، ما جابك كل اشتراك عادي. فاهم شيء انك تشترك وتفعل زر التنبيهات قبل ما اطلع من المقطع، الله يسعد. شيء الاخير كود لايك تشوف بي اس ال، اذا تبغى تدعمني اكون شاكر. بسم الله، خلونا نبدا. هنا يقول كلون السياره، اوكي اضغط على المربع، اوكي اختار لون السياره. المره اللي راحت كان زرقاء، لو رحنا هنا اختار سودا، حس سودا بتطلع فخمه، ولا ابيض، والله ما ادري. مشكله اللون الاسود يخفي ملامح السياره، ما في ملامح يعني، بس حرمه غلي يا عمي. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 لون ابيض، اوكي حس اللف مره سريع. ايش فيه العوده؟ بسم الله خلونا نبدا. اوكي تحدي القياده، ندخل هنا. اوكي لحظة، اي لون السيارة ما تغير. طيب لون السيارة ما تغير، كيف غير لون السيارة؟ صدق قلنا لون ابيض صح؟ والله ما تغير لون السيارة، بس ما عليه. ندخل من جديد. هل اذا سقنا السيارة بتغير لونها؟ اوه تغير، شوف كيف، والله دايم لون رهيب كانه مطفي. بسم الله خلونا نبدا. اوكي انا ابغى اشوف من اللي فوق وش ذا، والله احس انه صعب. زين وش البوست؟ بوست وشو. اللي يعرف ان ال2 يسوي الفريستايل. الو شباب ايش فيه؟ هدوا شوي، الله العظيم الخمس صراحه. اوكي سيخ صعب تحكم. شوي. اوكي هنا كذا، لا والله العظيم توقعت سهل تفوز صدق، يعني لان كذا تشوفك لفه سهل ما ادري ايش قاعد تقول هذا. عموما تشوفونه كذا كانه سهل، اوكي؟ شو شفت كيف؟ ترى دارت سياره من نفسها، يعني انا ما سويت شيء حرفيا، انا مشيت المشي الاولى كذا والباقي كله كملت السياره من نفسها، فالله يعين. اوكي اوكي راحت علينا شباب، راحت علينا والله. احس اني بطول في هذه، احس اني بطول مره يعني. اوكي خلنا نمشي خفيف مره، يلا نضبطها يعني. اوكي كذا صح ان شاء الله. ايش فيه؟ ايوه سياره. اوكي يا اخي تحركات غريبه شوي. اوكي لو ايش صار؟ لا لو انو عادي نمشي مشي عادي كذا. لا انا وين الله العظيم قاعد ارقع. لا هذا وش؟ والله ترقع الموضوع مليون مره، بس ما ضبطت تحرك غير مره عن الركض يعني. الشاشه شوفوا انا حاط البوست في ركض ليج ار 1، ضغطت ار 1 على بالي ان هذا، بس اوكي عادي نموت يعني، شو ورانا؟ ما ورانا. حتى حركه الشاشه كيف؟ مره فرق، تحسون انها تحرك بكسل حركه يعني حركه. لا اشرح. اوكي شو ما ضغطت اي بوست، اوكي ماشي صح. المشكله هذه المشكله. اوكي يس اخيرا بس ضغطنا ار 1 بس. حلو خلصنا التحدي الاول الحمد لله. تشيك تشوفون الصح اللي فوق، تحدي القياده درايفنج تشالنج خلصنا. تحدي التفادي اوكي بسم الله وعلى بركه الله. هذا وش؟ طيب تغير لون السياره؟ ما ادري والله كان نفس اللون. الا هذا وش؟ الشكل. اوكي السياره حفرت ايش فيه؟ يعني نرقى فوق كذا بس؟ يعني لازم نكون على هذا المكان ولا كيف؟ والله صدق. اوكي هذا وش؟ لا اللي بعده هذا كان فوق صح؟ اتوقع انه كان فوق. اللي بعده يمين ما خاب ظني. بسرعة. اوكي يمين. نرجع بسرعة. هذا وين؟
في النص في النص في النص في النص اللي بعده يا رب. هذا وين؟ العيد 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 شباب العيد عيد العيد يا اخي. التحرك صعب هذا والله، التحرك صعب. المشكلة لازم ما تطيح، حرفيا لازم ما تطيح. الله يعين والله العظيم صعب صعب صعب. احنا قلنا نروح يمين هنا، والله لو مختصرينها من اول. ها ايش هذا؟ العيد اوكي. والله على بالي انه ماشي صح وصار قلت، بس ما مشينا صح ابد. اللي بعدها اللي بعدها وين؟ فوق يمين فوق يمين فوق يمين. هاي والله قاعد تصير في جلتشات غريبة. ايه تحت 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 تحت. حرام والله حرام. ايوه سديناها بالغلط. اي وينها؟ يسار 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 صح ان شاء الله انه صح. على بالي مت، قسم بالله على بالي طحت ومت. الحمد لله يا رب، والله كانت صعبة، اقسم بالله انها كانت صعبة. السيارة تفحص في المكان كذا، اي حركة جي جي خلاص. انا شو قلت؟ جي جي. تحدي تبادي دان، نروح على تحدي الحلقات. وهذه لعبتي عاد، اللي يذكر تدريب ما بتدريبات مارقين والله ضابطينها نفس الشيء. نسيت البوس ان شاء الله. اوكي ممكن ترجع شوي. ايوه قايل لكم لعبتي، قايل لكم لعبتي، قايل لكم. خلصت؟ قايل لكم لعبتي. تحدي العقل برين تشالنج. خل نشوف هذا ايش يقول. عطنا بيكن. اوكي هنا في زر، ايش يقول الزر هذا؟ خل نشوف. العوده رقم فوق. لازم نكون مسرعين يعني ولا وش؟ لا يكون ما في سرعة إلا في سرعة. أوكي ما أقدر أخذها؟ والله ما أدري. أي المفروض إني أقدر أخذها. طيب والله مصعبة، أصبر. أي أوكي أوه في موية في سيارة، لازم السيارة ترتفع فوق بعدين أركب السيارة بعدين أقدر أخذ اللحم. أوكي أوه شوف الشيلد، هذا شيلد ولا ايش؟ غالبا لازم نعبي هذا الشيء، فلازم ننزل تحت. اوكي هذا يقول لك البيكن، فلازم نسوي شيء ثاني بس ما ادري وش. اضغط مربع هنا، هذا سوى سويتش صح؟ الحين قاعد تعبي ولا ايش؟ اوه في لغز هنا تشوفون؟ لازم نركب هنا. صار؟ اذا رقى فوق يصير شيء يعني ولا ايش؟ اوه هذه على هذه. اوكي اوكي اوكي، يعني الجهه هذه نحط اول وحده ترن اون، بعدين الرابعة بعدين يمين. أول واحدة لا، ثاني واحدة إي، ثالث واحدة إي، الرابعة غالبا الأولى والأخيرة. أوكي الأولى الأخيرة، باقي الجهة الأخيرة. نشوف الأخيرة والثانية. حلو حلو حلو، أتوقع أنه صح علينا. الأخيرة والثانية المفروض أنه صح. إي والله صح، إي والله صح. شوف كيف السيارة، الله العظيم بالمخ تجي بالمخ. أنا في البداية شفت اللحم أو البيكن هذا، شوف كيف يلبيه. اوكي اوكي الحين خلاص نقدر. اوه صار لازم تعلق، الله ذكي عزه. انا توقعت انه مربع واحد، قلت بسوي جليتش حركات، بس لا قال ما في امل. نايس الحمد لله، نقدر نحط البيكن هنا ونقدر ناخذ السياره خلاص. اوه السياره ترتفع لفوق عشان نقدر ناخذها. اوكي اوكي الا بالفقاعات في كيف دم. اوكي اوكي فهمت 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 فهمت. اوكي اتوقع نقدر نرقى من هذه صح؟ اتوقع نقدر ندخل هنا. وين الدخله؟ من هنا. اوكي والله دخلنا جوا، هذا رقينا فوق. حلو حلو بنوصل السياره الحين صح؟ والله ديم يا عزه، والله ديم. اوكي ناخذ سيارته من هنا. اي طلعها، ابغى اطلع. لازم اسوي كذا، لا كذا. حلو حلو حلو، هذين السياره. الحمد لله يا ساتر، شفت اللي صار؟ عد العقد. الحمد لله يا رب، الحمد لله. تحدي الالوان. اوكي بسم الله. وات شو اسوي بالضبط الحين؟ هذا وش هي؟ والله صارت شكل هنا العوده غالبا، فناخذ هذا. اوكي سوق، انا ما ادري وين اروح بالضبط الحين. هذه يقول لك وش اللون هذا يعني ولا ايش؟ نروح لهذه.
يا عمي ايش فيه؟ هذه ما فهمت. هنروح هذا اوكي، نروح الاخضر الحين. الاخضر ايش يسوي؟ طيب لم تزبط، رصب السياره تكفى. اوكي نروح رصاصي وبعدها ايش نسوي؟ لازم هنا. ليه انا اسوي كذا؟ ليه حرام؟ حلو حلو حلو، سوينا صح. بعدها بنروح لازم ناخذ الاحمر هذا عشان نروح الاحمر على طول. وليش هذا بوست صح؟ اي والله بوست. حلو حلو حلو، سوينا صح. الحين نروح هذا البنفسجي ولا هذا اللي بدينا منه؟ شكله هذا اللي بدينا منه. الحين نروح على هذه بسرعه كذا. لا لا سويت لي شيء صح لاني اخذ هذه ما اخذيتها. لا يا اخ حرام والله حرام. هل نروح هذه بعدين نمشي على ذي ولا ناخذ هذه على طول؟ انتوا فهمتوني ولا لا؟ اي ما في البوست هذا، احس انه صعبه شوي صح؟ ياس الحمد لله يا رب الحمد لله، والله سويتها. لقد قمت بانهاء جميع التحديات. خلصنا خلصنا بس خلصنا كذا، ما في مرحله جيزي. هذا هذا تحدي التفادي كان صعب لمانة، كان صعب، نشبت فيه نشبة الأرض. مو مساكم مقطع اليوم، إن شاء الله مقطع يعجبكم. لايك اشتراك فعل زر التنبيهات، أشوفكم على خير، أمان الله، سلام.